سوري بلا بلد رح صفي كله عم يرفس عم ياخد خلفي سلفي عنا مقاوم بيشعل وبيطفي وكملت معنا معارضة مختلفة أنا سوري بلا وطن رح صفي كله عم يرفس وعم ياخد خلفي سلفي عنا مقاوم بيشعل وبيطفي وكملت معنا معارضة مختلفة واقف على البحر عم اخد سلفي عايريني الجربة وطعمة خلفي سوري أنا سوري بلا وطن رح صفي كله عم يرفس وعم ياخد خلفي سلفي داعش وحالش والاقتلاف المخصي ايه نفس والريحة مختلفة روسيا وأمريكا والمجتمع الدولي كمان نفس والريحة مختلفة. فقرة سلفي سياسي إعداد وتقديم جلال الطويل وإخراج خالد أطرميز. مرحبا مرة جديدة مستمعينا متابعينا ببرنامجكم سلفي. هالمرة راح نروح لسلفي سياسي ونعمل تشكيلة بزورات هيك وقلوبات من الأخبار السياسية الساخنة على الساحة اليوم. بخبر لمصدر أمريكي لي موقع 24 الإماراتي بيقول موسكو تحضر للقاء الأسد ومعاذ الخطيب الاثنين 22 ديسمبر 2014. بيقول الخبر يبدو أن الاقتراح الروسي للحل في سوريا بدأ يأخذ طريقه إلى فتح الباب أمام المفاوضات المشتركة بين النظام ممثلاً برأسه بشار الأسد وجزء من المعارضة ممثلة بالرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب. وأكد مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية لـ 24 هو الموقع الإخباري الإماراتي أن موسكو تحضر للقاء قريب جدا بين الأسد والخطيب الشهر المقبل في موسكو بحضور المعارض السوري مناف طلاس. أيوه مو هذاك اليوم نفى معاذ الخطيب هذا الخبر؟ طب اليوم عم يصدر خبر تاني ما ينفي؟ ما بعرف كيف يعني هو بينفي اللي بده إياه وما بينفي اللي ما بده إياه. بحضور المعارض السوري مناف طلاس الذي انشق عن النظام بعد الثورة من دون أن ينضم إلى أي جسم معارض وعرض في هذه المبادرة بحسب المصدر الأمريكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام في أنقرة. وأكد بوتين وبحسب الخارجية الأمريكية أنه مسؤول عن أي تراجع يقوم به الأسد في هذا المجال. يعني هو بده يتراجع؟ يعني أنتوا عم تسبوا على القصة أنه هو معقول يتراجع؟ وانتو مسؤولين اذا تراجع؟ شو طالب مدرسة اذا تراجع بعلاماته مثلا؟ يعني هو عن جد بتعاملوه انتو كطفل مدلل جدا. وشدد على انه شخصيا يضمن مشاركة الاسد وحضوره جلسات المفاوضات كما وصلت الترتيبات الروسية التركية حول التحضيرات لهذا التفاوض بين الاسد والخطيب بحضور طلاس الى جدول اعمال مبدئي. وهو تفضلوا شوفوا شو هو الجدول الأعمال المبدئي للتفاوض. أولا تجميد القتال في حلب كخطوة أولى باتجاه تعزيز وقف إطلاق النار في مناطق أخرى، يعني مبادرة ديمستورا، يعني هاي المبادرة اللي مو قبلانينا لا الجيش الحر ولا الثوار على الأرض ولا على أي شيء. ما بعرف ليش كيف رايحين أنتوا تفاوضوا الروس وهن عم يقولوا لكم
انه اول شيء هي مبادرة ديمستورا اللي الكل رافضها حتى الائتلاف. ثانيا الاتفاق على مؤتمر تفاوضي في موسكو مع جدول كافٍ للانطلاق بلقاءات مباشرة في دمشق. أيوة شكلهم شباب. بعد هذا اللقاء حيرجعوا إلى حضن الوطن. حضني وشوف ما الطفري. روحوا ارجعوا إلى حضن الوطن آمنين سالمين غانمين. مفاوضات بعد موسكو عالشام 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 عالشام. راكب واحد راكب واحد قريب. طبعا بخبر آخر مناف طلاس بيقول بشار الأسد باع سوريا للإيرانيين ومسؤول عن تفجير خلية الأزمة. قال العميد المنشق عن الجيش السوري مناف طلاس أن هناك علاقة مباشرة للنظام السوري وإيران بتفجير خلية الأزمة في شهر يوليو 2012. وكشف طلاس في حوار مع صحيفة وول ستريت نشر أمس السبت أنه انشق قبل أسبوعين من مقتل آصف شوقت. آصف شوقت آصف شوقت آصف شوقت آصف شوقت آصف شوقت زوج شقيقة بشار الأسد جراء التفجير بعد أن اكتشف حراسه 6 عبوات ناسفة زرعت خارج مكتبه في دمشق متهماً بشار بمحاولة قتله أيضاً. آصف شوقت. أيوة ضني منشان هيك انشقيت. أنت مو مع الثورة بس يعني مو لأنك مع الثورة أنت خوفاً من الاغتيال انشقيت. أيوة طب ليش سكتت 2.5 سنين يا رجل؟ 2.5 سنين أنت وساكت 2.5 سنين أنت ساكت عن القتل والمذابح والكيماوي وعن الدمار. دمار بلدتك أنت الرستان شو؟ بس سكوت سكوت اللي بيحكي بيموت مثلا؟ شباك طلعت انشقيت على أساس تساوي شيء ما ساويت شيء أبدا أبدا. بعدين لنفترض أنه تفجير خلية الأزمة وهددك بعدين بشار الأسد بأنه حطلك عبوات ناسفة بمكتبك فهمنا أوكي. طب الخلاف بينك وبين بشار الأسد انفجر ب 11 أيار 2011. انت بقيت بالشام بدمشق رغم محاولة الاغتيال تبعك ل 5 تموز 2012. فيك تفسر لي اياها؟ حدا لقى قنابل من جان يعني خلص خلص مقررين يغتالوك بتبقى كل هاي المدة انت شو عم تساوي؟ شو بس بدي افهم شو عم بشو صافن؟ ما في مبرر ولا هاي كذبة بقى؟ بدنا نفهم انت بقيان كنت لتبيت استخارة ولا هلأ عم تقول انه حاول يغتالني بشار الأسد فلهيك هربت من سوريا؟ طيب يعني مو مشان الثورة مو مشان الثورة هروبا من الاغتيال؟ بما انه هو كان لح يغتالك ليش انت رايح تفاوضه بموسكو؟ بلكي اغتالك هنيك حطلك شي عبوة عبوة بيعبك ضحاك بيعبك خيو. وأضاف طلاس أن شوكت آصف شوقت كان من بين الذين يدعون لإجراء محادثات مع كل معارضي النظام السلميين والمسلحين. هل آصف شوكت آصف شوقت كان بده يتفاوض مع المعارضين السلميين والمسلحين؟ عن جد هو منيح بس اللي حواليه عرعير. آصف شوقت آصف شوقت. وقال طلاس الذي يعيش في باريس الآن أيضاً أن بشار الأسد لم يختر في أي وقت القيام بإصلاحات جادة ذات مصداقية ولكن بدلاً من ذلك اختار أن يقوم بتدمير البلد. أنت ما يعني أنتوا ما سويتوا شو؟ أنت كمان ما دمرتوا البلد اقتصادياً مثلاً؟ اقتصادياً شو سويتوا؟ عيلتكم الميمونة؟ منكمل ومنقول آصف شوقت. وأضاف لقد باع الأسد سوريا للإيرانيين. طيب أوكي صدقنا خيو صح صح حكيك صح 100% بس يعني مثلا بما أنه هو باع يعني سوريا للإيرانيين كيف رايح تفاوض الشرة؟ يعني أنت بتروح لعند المصدر؟ يعني أنتوا تجار بتفهموا على هي القصة يعني أنت صعيد عسكري بس يعني من تحت لتحت يعني
يعني بتروحوا لعند إيران اللي هي متفقة مع الروس إنه يصير في مفاوضات بهذا الشكل وبتفاوضون، وبتقول بعدين إنه الأسد باع سوريا للإيرانيين. كيف بدنا نصدقك؟ يعني كيف بدك تروح لعندهم تفاوضون لهدول اللي اشتروا سوريا؟ طيب إذا فاوضتهم شو بدهم يحطوك؟ آصف شوقت خزمتشي عندهم مثلا؟ مو هن صاروا المالكين؟ عم تصغر بحالك كتير يا سيادة العميد. وفي مايو 2011 كان الإطلاس اجتماع أخير مع بشار الأسد، حيث روى العميد المنشق أنه قال له: آصف شوقت، أنا صديقك ونصحتك بعدم اختيار الحل العسكري بل باتخاذ الحل السياسي، فهو أكثر شموليا. يا حذركم، شو جاوبه بشار الأسد؟ آصف شوقت. أجابه بشار الأسد حينها وقال: أنت ضعيف جدا. بيلبق لك الجواب بغض النظر مين قايله يعني. يعني منروح لخبر مماثل أو مشابه لهذا الشيء. اليوم صدر من صحيفة الأخبار اللبنانية تقول أن الأمين العام لحزب الله آصف شوقت السيد حسن نصر الله أبلغ الموفد الرئاسي الروسي ميخائيل بوغدانوف أن لدى حزب الله 3 خطوط حمراء بما يتعلق بالأزمة السورية، هي الدولة السورية وخياراتها الاستراتيجية، الجيش العربي السوري، والرئيس بشار الأسد. مضيفاً أنه تحت هذه السقوف 3 تقدم موسكو للسوريين طاولة للحوار حول كل شيء آخر. آخر يعني شوفوا 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 شلون بالخطف خلفاً. هذا الزلمة عم يقول أنه باع القصة لإيران، أنه الأسد باع القصة لإيران، وهلأ حسن نصر الله بيقول أنه عنا هذا حسن نصر الله اللي هو مرتبط بإيران، يعني أنه عم يقول للروس أنه في 3 سقوف. يعني أنت تحت أنو سقف واقف يا مناف ومعاز؟ أنو سقف؟ عم يدلو في السقف، سقف حلقي انهرى من كتر ما حكيت. خلاص خلاص بلعوة عن جد. لا، والفكرة أنه النهار، جريدة النهار بتنزل مقال، ضمن هذا المقال بيقولوا أنه الورقة الغير مكتوبة اللي توصل إليها الروس والإيرانيين ولا تعارضها موسكو هي إبقاء الأسد مدة 2 سنة بعد جمع فصائل المعارضة والنظام في خندق واحد لمحاربة الإرهاب. الله أكبر. على أن يكون علي حبيب نائبا له وتشكيل حكومة برئاسة رياض حجاب، يكون مناف طلاس وزيرا للدفاع فيها، بينما يتولى معاذ الخطيب الذي زار موسكو أكثر من مرة رئاسة هيئة المصالحة الوطنية. لعما حطوك بدال علي حيدر ولي لك يعني قبل بخبر قالوا لك أنه حتستلم رئيس حكومة، هلأ نزلوك رتبة، كسروك رتبة يا شيخنا. يعني تقبلها تكون بدال علي حيدر؟ ما معقول قديش لطيف. بس ليك بالخبرين ضل مناف طلاس وزير الدفاع. يا أخي قوي قوي، مو عكس اللي قاله بشار الأسد، أنت ضعيف جدا عن جد. أنت كل مالك عم تنزل مناف طلاس الساعة وثابت مطرحه. بس رياض حجاب شو جابه عالدق؟ من وين إجا؟ ما بعرف، هيك حسب كلام جريدة النهار. يعني كلام النهار يمحوه الليل، ولا هديك بالعكس كلام الليل يمحوه النهار؟ بالنسبة لكم نفس الشيء، نايمين نايمين في خندق واحد ضد محاربة الإرهاب، تحت سقف الوطن، في حضن الوطن، شبعوا نوم. يلا تنام يلا تنام، لا جيب لك طلاص وخدام، روح يا معز لا تصدق عم بكذب عالبحراتينا. هالمرة منروح لسيلفي محلي لعند دريد الأسد. دريد الأسد يدعو لحملة احتياط جديدة ويحذر من هجوم على اللاذقية. دعا دريد رفعة الأسد إلى تشكيل فرقة عسكرية خاصة بمنطقة اللاذقية
لا اللاذقيين. آصف شوقت. محذرا للمرة الألف من هجوم متوقع على محيط محافظة اللاذقية وريفها على حد وصفه. وبرر الأسد يعني دوريد دعوته تلك عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالقول: لا بد من تشكيل فرقة عسكرية من منطقة اللاذقية وريفها باعتبارها المحافظة الأقرب للحدود التركية شمالا، وباعتبارها مرفأ بحريا على الحوض الشرقي للمتوسط، وباعتبارها ملجأ للوافدين من المحافظات السورية الأخرى، وباعتبارها كم اعتبارها؟ وباعتبارها كذلك خزانا أساسيا من خزانات الجيش العربي السوري. خزانة اللي؟ لقولوا حل هالخزان، حل تحلك انت وياه، حش تلعبولي بالخزان الله يرضى عليك. معير هذا يا أختي، بيو لضومة معيره، مش حالة غريب يعني. وبخبر كمان محلي، نظام الأسد يعدل قانون التوظيف تشجيعا للموت في سبيله، في مسعى لتخفيف وطأة الضغط المتولد عن ازدياد عدد القتلى عند النظام السوري في حربه على شعبه، وتشجيعا لما تبقى لما تبقى بأن يمنحوا حياتهم في سبيل البقاء، في سبيل بقائه. تمام. أحالة رأس النظام إلى مجلس شعبه اليوم قانونا يقضي بحجز نسبة 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004. يعني بده يعطي 50% من المسابقات هاي اللي بيقدموا عليها تبع التوظيف وما توظيف، تبع انه حارس ليلي، موظف بلدية، مدرس بساعات إضافية إلى آخر، كل هدول تبع المسابقات. طبعا مع احترامي لكل المهن، بده يعطيه لمين الخمسين بالمية؟ لمين؟ لا ذوي شهداء الجيش العربي السوري. حلو. لا توجد إحصائية دقيقة حول خسائر جيشه والقوات الموالية له، إن كانت إحدى هذه الجهات قد أشارت إلى العدد الذي وصل إليه، والعدد هو 120 ألف قتيل. يعني 120 ألف عيلة، 120 ألف عيلة بتعطيهم 50% بس يا ثيات الرئيس. آصف شوقت. يا ثيات الرئيس بتعطيهم 50%، 50% من قانون العاملين تبع المسابقات. أرخص من الفجل صاروا شهدائك، ما معقول يعني قديش كافأتهم. طيب هدول اللي عم يدافعوا عنه، اللي بالطرف الآخر، 120 ألف عيلة هدول، بدي أخبركم بس معلومة، يعني بدي أخبركم معلومة واحدة ولا تصدقوني، لا تصدقوني أبدا. يعني أنا من الطرف المندسين والخوانة والمدرجمين، بس بدي أقول آصف شوقت، بدي أقول شيء كتبه رفعت عامر. دكتور رفعت عامر هو أستاذ جامعي وباحث اقتصادي، عن ثروة بيت الأسد اللي عطيكم 50% من الشواغر. شوفوا شو قال عن بيت الأسد وما تمتلكه هذه العائلة. ثروة بشار الأسد تتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار. هذا وفقاً لقائمة أعدتها صحيفة جلوبس الاقتصادية، وقدرت ثروة رفعت الأسد بأربعين مليار دولار حسب ما ذكرته صحيفة الليموند الفرنسية عام 2011، وثروة جميل الأسد بحوالي 5 مليارات دولار. قدرت ثروة ماهر الأسد بحوالي 30 مليار دولار، وثروة باسل الأسد بحوالي 20 مليار دولار، وقدرت ثروة رامي مخلوف حوالي 30 مليار دولار، وآصف شوكت 5 مليار دولار. قدرت ثروة عائلة أسماء الأخرس حوالي 3 مليارات دولار، وقدرت أيضا ثروة كامل الأسد ابن عم الرئيس بحوالي 2 مليار دولار. طبعا وتقدر ثروة شاليش بحوالي 3 مليار دولار. محمد مخلوف ثروته 18 مليار دولار، وهي على شكل ودائع في بنك دوتش الألماني بالعملة الأوروبية. ولم تتوفر معلومات عن ثروة الشبيحة من آل الأسد، منذر وكمال وشيخ الجبل ونمير. طب مع الأرقام، مع الأرقام هيك اللي جمعناها، بتطلع تقريبا 221 مليار دولار.
دون حساب ثروة الكثيرين من المقربين وغيرهم من دائرة الأسد الأولى والثانية. بفرض أنه هدول أرقام صحيحة، 221 مليار من قسمة نحن على 23 مليون نسمة سورية، بيطلع تقريباً لكل واحد صغير أو كبير، شيخ أو مسن، 10,000 دولار. ماشي؟ يعني إذا بدنا نقول العائلة السورية تتكون من 6 أفراد، 6 ضرب 10 60,000 دولار أمريكي، يعني 5 مليارات ليرة سورية لازم يرجع أو يرجعوا عائلة الأسد وشبيحته لكل عائلة سورية. 5 مليارات، مو 50% يا ثيات الرئيس. بعتهم كتير برخيص. قديش باعكن؟ 50% من التوظيف، من نسب التوظيف، ولسه انتو بتقولوا بالروح بالدم نفديك يا. أنا نفديك يا. صدق منكن من قال هو بيعمر قصور وانتو تحفروا قبور. ان شاء الله بيلحق المقبور. رحيلة ما نرضى بديلة، طلبنا يا أسادنا عالموت من جيلة. ما فينا ما فينا ما في يعني ما بتزبط قصتنا إذا ما مرينا على سيلفي هيك سريع للإئتلاف الوطني. شو رأي خالد ناخدنا شي سيلفي للإئتلاف سريع سريع؟ هيكون أول شي بعد ما أرى كل هذا الحكي اللي عم نقال عن روحة معاذ الخطيب ومناف طلاس وإلى آخره، تحرض البحرة، تحرض وقال أنا من سأقود المفاوضات في موسكو. في خبر لا هادي البحرة؟ نفى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة أن تكون روسيا ومصر والمبعوث الدولي ديمستورا قد تقدما حتى الآن بأي مبادرة مكتوبة. لا، إذا مو مكتوبة ما بتقبلوها، لكن المبادرة عم تمشي من تحت رجليك وأنتم محاسين. لكنه أضاف أن هذه الأطراف مهتمة بتفعيل الحل السوري. مين؟ روسيا ومصر وإيران مهتمة؟ ما يعني بغض النظر عن مصر، التنتين مهتمة بقتل الشعب السوري مو بالحل السياسي، وذلك حسب ما أفاد موقع العربية نت صباح اليوم، حيث أكد المصدر أن البحر أبلغ روسيا بأنه هو آصف شوقت هو من سيقود عملية الحوار الوطني السوري الذي يجمع كافة الأطراف والأطياف. هل هي القصة على شكل المفاوضات يا هادي يا أستاذ هادي، ولا من سيقود المفاوضات؟ انتو بتتخانقوا بس على هاي القصة؟ مين بدي يقعد حارس؟ انا لا ما بقعد حارس، انا ما بقعد دفاع، انا قلب هجوم. اقسم بالله حاسسكم بالمدرسة، بالمدرسة بدنا نلعب طميمة. مو انا اللي بطم، لا انا اللي بهرب. ما معقول يعني، عن جد تصرف صبياني. طبعا بخبر اخر على صفحة الائتلاف، رابط الصحفيين تتجاوز ارتجالية الإعلام. أثناء خالد الصالح، أثناء خالد الصالح آصف شوقت، لا هذا مو قاصف شوقت، أثناء خالد الصالح رئيس المكتب الإعلامي للإئتلاف الوطني على الخطوات التي تقوم بها رابط الصحفيين السوريين في السعي لتأسيس إعلام وطني حر خالي من القيود السياسية والاستبداد الفكري، وقال أن الخاصية التي يمتاز بها هذا التجمع الإعلامي هو أنه يقوم على أساس التكنوقراط الاحترافي وتجنب العمل الارتجالي في مجال الإعلام، سيما وأن العبث في الإعلام وخاصة في هذه الفترة لا يقل خطورة عن العبث بالسلاح. يعني أنت رئيس خالد الصالح، خالد أطرميز، خالد الخاني، خالد الرقاد، خالد الصالح رئيس المكتب الإعلامي، أنت بتقول أنه بهاي الفترة العبث بالإعلام لا يقل خطورة عن العبث بالسلاح؟ شو هالجملة الإعلامية يا أخي؟ اوعى تعبث بالسلاح، لا تمد إيدك اوعى تمد إيدك سلاحة، لا تقرب، اوعى تمسك الإعلام. خالد مد إيدك، شوف مديت ايدك، لا تمد ايدك، لا تمد ايدك. الاعلام بيد ال بيجرح، عرفت شلون؟
بعدين روق 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 بيكون داكو بليس ها للإعلام. داكو بليس بتقوم انت بتمسكه للإعلام بتخش الرصاصة تبع الإعلام ما بعرف وين. دير بالك. لا وشو قال؟ وقال تقديم النصح لصناعة خطاب إعلامي. تقديم النصح. تقديم النصح. تقديم النصح. تقديم النصح. آصف شوقت. لصناعة خطاب إعلامي حر بعيد عن القيود السياسية التي فرضها نظام الأسد هو ضرورة ملحة، والنجاح في إعداده خطوة حقيقية نحو توعية الرأي العام المحلي والعربي والعالمي والتسريع في دفع عجلة ثورة الحرية والقانون. يعني أثنى وبعدين قدم النصح. طبعاً بدي أقول إنه هون رابط الصحفيين هي يعني تقريباً هي التجمع المهني الوحيد للإعلاميين، هي تجمع مهني سوري مستقل عن أي جهة سياسية أو حزبية أو حكومية، لا يتلقى أي دعم مشروط من أي جهة كانت، والدفاع عن حرية التعبير وحرية العمل الصحفي والدفاع عن الصحفيين السوريين والمساهمة الفعلية في بناء دولة القانون والمؤسسات التي تضمن إقرار التشريعات والقوانين التي تحمي العمل الصحفي هو الأساس اللي بتمشي عليه هاي الرابطة. فبيقوم بعد ما ساووا كل هاد، طبعا أنا بخبركم أنه الائتلاف ما حضر أبدا الاجتماع اللي سداوته رابط الصحفيين ولا دعموا ولا إلهم علاقة بشي، بس هنن بس بينزلوا هاد الخبر منشان يسرقوا جهد الآخرين. خالد صالح، مو خالد الترميز، خالد صالح، هاي تعتبر سرقة للجهد. شو يعني إنك تثني؟ ما فهمت. طب شو يعني إنك تقدم النصح؟ ناطرين نصائحك في 400 صحفي بهي الرابطة، هلأ قاعدين هنن ناطرين النصح تبعك؟ فكرك إنه هنن يعني مفكرين فيك أصلاً؟ لا تقيم، عيب لا تقيموا العالم، عيب حاج تسرقوا هذا الجهد. انضبوا انضبوا انضبوا. لا وبخبر تاني، نشيد بالفوز السوري في بطولة مرمرة الدولية للكاراتيه. فاز بطل الكاراتيه السوري مهند العلي بميدالية ذهبية في بطولة مرمرة الدولية للأندية في مدينة اسطنبول، وذلك بعد الاقتتال الفردي بوزن 60 كيلوغرام. وإلى آخره فازوا اثنين كمان بميداليات برونزية ومدري شو كل هذا الحكي، كل هاي الجوائز الرائعة من الأبطال نفسهم، ولا ندعي عليهم البطولة. بس مين فات عالدق يا حذركن؟ ملك النينجا المقنع، باتمان الثورة السورية، سوبرمان الائتلاف الوطني، سلاحف النينجا، نصر الحريري. وقد أشهد نصر الحريري الأمين العام للائتلاف بالفوز الذي أحرزه الأبطال السوريون في هذه البطولة رغم قساوة الظروف. يعني هداك قال نثني ونقدم النصح وهذا أشاد. يعني عن جد مو شاطرين غير بهاي القصص، ودغري بينزلوه على الصفحات، دغري دغري على صفحتهم، يعني مو ملحقين. طبعا يعني بدي اقول على رابط الاعلاميين، بما انه خالد صالح تعلم من هذول الرابطه، يعني انت بتطلع بتقول على نفس الخبر بتعلق شيء، ورئيس الائتلاف بيعلق شيء، ونائبه بيعلق شيء، والامين العام يعني نوره بتقول شيء، نوره الامير، ونصر الحريري بيقول شيء، وانت خالد بتقول شيء، وهادي البحرة بيقول شيء. اعطونا شيء، شيء وحده، شيء انتوا عن جد، شيء بس، شي بس ما معروف شو هذا الشي. بما انه انتو عم تباركوا وتباركوا، نبارك ونهنئ ونشيد ونثني ونقدم النصح، فيكن تباركوا هيك بمعيتكم بما انه هيك فاتحة معكن القريحة. في خبر كتير ظريف تباركولو على الحارك، يعني بما انه حميانة الطاسة معكن وحميانة. كشف وزير داخلية نظام الأسد آصف شوقت محمد الشعار أن إعادة فتح سفارة النظام في دولة الكويت سيكون الاثنين القادم، يعني بكرة. لحقوها، لحقوا تباركولون، بعتولون شي شغلة مباركة، يعني نبارك لنظام الأسد افتتاح سفارة. لأنه أنتم متعودين أخذ إيدكن، أخذ رجلكن، ولا عم تاخذوا من رجلكن ما بعرف، أخذ تمكن على المباركة.
مبروك مبروك ترنن مبروك مبروك عيدك يا شكرتي حبيبي. عن جد بس انتو شاطرين تباركوا، فروحوا باركوا لهم. لا 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 بحياة اختكم لا تسدوا. لا لا هدي شوي، لا تروح معور خالد. ها هلا بيباركوا لنا عن جد، تفضحونا. لا لا وهيك منكم وصلنا لنهاية فقرة سيلفي سياسي اللي تناولنا فيها كل هالتشكيلة الواسعة من البزورات والقلوبات والمخلوطة. عن جد مخلوطة طلعت صورة، مخلوطة مخلوطة جد، مخبوطة مخطوطة ممغوطة. عن جد من كتر مو الصورة مخبوطة الله يطفيها بنوره أحسن شي. آصف شوقت فقرة سيلفي سياسي، إعداد وتقديم جلال الطبيل وإخراج خالد أطرميز. صوري أنا سوري بلا بلد رح صفي، كله عم يرفس عم ياخد خلفي سيلفي، عنا مطاعم بيشعل وبيطفي وكملت معنا معارضة مختلفة. أنا سوري بلا وطن رح صفي، كله عم يرفس وعم ياخد خلفي سلفي، عنا مقاوم بيشعل وبيطفي وكملت معنا معارضة مختلفة. واقف على البحر عم اخد سلفي، عيبيني الجربة وطعمة خلفي. سوري أنا سوري بلا وطن رح صفي، كله عم يرفس وعم ياخد خلفي سلفي، داعش وحالش والائتلاف المخصي، ايه نفس الخ والريحة مختلفة، روسيا وأمريكا والمجتمع الدولي كمان نفس الخ والريحة مختلفة.